الف مبروك جابت بنوته زي القمر. ربنا يخليكي وشك وشك حلو. الدكتوره بقى اللي ولدتها بعد اذنك عشان اعرف حاله الطفل برضه. دكتور احمد حافظ اللي ولدها. دكتور احمد حافظ مين؟ دي واحده ست اللي هتولدها مش دكتور. لا حضرتك الدكتور هو اللي ولدها. ست انت ايه هنا عشان في فني مصيبه. في ايه؟ في ايه يا دكتور؟ في مدام رندا. مدام رندا اه دي حاله كانت نص ساعه لسه مولدها حالا جبت بنوته. انا اللي لسه مولدها حالا. بتاع ايه حضرتك؟ هي داخله الدكتوره اللي هتولدها مش دكتور. بناء على ايه حضرتك ولدت مراتك؟ انت بتفكر في العقليه دي سبب في الاستقبال بقى؟ يا سيدي مين المسؤول عن الزفت ده هنا اهو؟ يعني ايه ازاي انا كده بقى الدكتوره اللي هتولدها مش دكتور راجل؟ ليه دكتوره اصلا مش فاهم؟ هو كده يا سيدي انا دماغي كده.